ديال الامن والسلطه من خلال هذه المبادره تشوفوا بانه جمعيه يعني رواد الفن الحكي بتاع جمعيه الفنه بشراكه مع جمعيه حرفي الحلقه للفرجه والتراث وجميع الفنون بتاع جمعيه الفنه تنظم مهرجان ليالي رمضان لاحياء الفن الحكواتي بتاع جمعيه الفنه. كتشوفوا يعني الان يعني مجموعه ديال المواطنين يعني اللي متابعين هذا جمعية الفنان كما تشوفوا معنا من خلال المباشر وتتابع قناة التي في يعني الانظار كلها متجهة نحو هذه القافلة الان كما تشوفوا. السي عبد الرحيم الازلي كما تشوفوا معنا اللي يعني اللي كيقود هذه القافلة نحو ساحة جمعية الفناء باش انه المهرجان بعد قليل امام بنك المغرب هنا في ساحة جمعية الفناء. السياح الذين يجوا هنا ساحة جمعيتنا بالاضافه يعني الزوار ساحة جمعيتنا يعني الانظار كلها هي يعني بعد صلاه التراويح الانظار كلها كانت متجهه نحو هذه القافله كما تشوفوا معنا في هذا مهرجان ليالي رمضان الاحياء الفن الحكواتي تتابعين من خلال المباشر واللحظات. هذه المنصة المخصصة للفن الحكي هذه الليلة كما تشوفوا هنا ستقام المنصة الخاصة في يعني تحت الإيقاع ديال تنعرفوا يعني ساحة جمعية الفناء التي لا تتوقف سواء بالليل أو بالنهار يعني كما تتابعوا معنا الآن في هذه اللحظات يعني هذه المنصة المخصصة Thank you. يتم افتتاحها رسميا يعني المهرجان الليالي رمضان لاحياء الفن الحكواتي من تنظيم جمعيه رواد الفن الحكي بساحه جامع الفن، وكذلك جمعيه حرفيي الحلقه للفرجه والتراث والفنون وجميع الفنون بساحه جامعتنا. يعني هذه المنطلق من هذه اللحظه المهرجان الليلي رمضان لاحياء الحكي بساحه جامع الفن.